وبعدين ايه اللي حصل تاني؟ ولا قابلين، راح وقال لي بابي ان هو شاف حاجات على اللابتوب بتاعك. اللابتوب بتاعك؟ حاجات ايه يا مروان؟ هيكون شاف ايه؟ شاف ايه على اللابتوب بتاعي؟ يا جماعه اكيد الكرتونه ده بيقول اي كلام. ما احنا لو بس نتعلم نحط باسورد الحاجات بتاعتنا. الله، وانا احط باسورد ليه؟ وانا عندي حاجه اخبيها؟ هو انت فاكر ان كده خلاص؟ لسه بدري. راح قال لبابي ان انت بتقلبني عليه. انا بقلبكم عليه؟ لا لا خالص. هو يا جماعه، هو عشان انا بحبكم ومصلحتكم تهمني وبعرفكم على حقوقكم ابقى بقلبكم عليه؟ طيب استاذنكم انا بقى عشان عندي ديت. عندك ديت؟ ها، محتاج فلوس يا حبيبي؟ اكيد. ناس تروح ديت وناس تتنيل. هنا خد، هاتي روشتة. هاتي، اتفضل روشتة يا كبير. هو انت رايح فين؟ انا رايح عند حبيبه البيت. عند حبيبه البيت؟ ماشي يا عم، خد بقى عشان ما تخشيش بيدك فضل. والله انت اخ جدع. اي خدمة. شكرا. اهلا يا عاطف يا سكري. عيب عليكوا، ده انتوا اخوات. اخواتي؟ تعال هنا. انا تعال هنا. تعال يا كرتو.